الدمار الحاصل في أحياء المشاهدة وما حولها في مدينة الموصل وجراء طبعا الحرب على المدينة، دعونا نشاهده في هذا المقطع. يريدون الجماعة يريدون يرجعون هنا. والله نقدر نرجع، اسمع لين ضغط. يريدون يرجعون بس عشان يرجعون. على الحلواني وين يقعد؟ يعني الساعة نفتنا من المطبخ لين باب الحوش. صار بيه 6 ابواب من هنا من المطبخ فتنا. هذا باب الحوش. هذا باب الحوش الواقع. هسا هذاك بيت جيرانكم؟ بيت جاركم. نستمر في عرض المقاطع التي توضح حقيقة ما جرى في مدينة الموصل من دمار. منازل المدنيين المدمرة في أحياء الأحمدية وباب المسجد والمصليات وخزرج في المدينة القديمة، فنشاهد. تكشونو بيتي انقصف من فوق بالها، وانا اتصورها ان شاء الله وتشوفها من داخل الغرفة. بسم الله الرحمن الرحيم. هاي بابها؟ بعد بالسقف ما؟ اي بالسقف. بعد بالسقف. اي. وهذا الحائط كله. هذا الحائط. وهاي الضربه هنا. لا اله الا الله. هاي سديناها. اي. هاي هون هاي فتحه؟ اي اي. والمطبخ عندك هناك هناك، وهاي البنات هذه مش ضايب ظهرها، الهاون وقع يمها. وهاي 300. لا اله الا الله. وهذا المطبخ مالك؟ هذا المطبخ. هذا المطبخ، هذا السقف مالك. هذا السقف مال المطبخ مالك هذا. نعم هذا السقف. هذا السقف مال المطبخ. وهذه الحمام. هاي الحمام. هاي الحمام. هاي الحمام. جوا صوب الأرضية.